من خطبة للمولى أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من الخطب العجيبة، تسمى الغراء. قال فيها عليه السلام: الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانحي كل غنيمة وفضل، وكاشفي كل عظيمة وأزل، أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال، ووقت لكم الآجال، وألبسكم الرياش، وأرفغ لكم المعاش، وأحاط بكم الإحصاء، وأرصد لكم الجزاء، وأثراكم بالنعم السوابغ والرفد الروافغ، فأحصاكم عددا ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة، أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها، فإن الدنيا رنق مشربها، ردغ مشرعها، يونق منظرها ويوبق مخبرها، غرور حائل وظل زائل وسناد مائل وضوء آفل، حتى إذا أنس نافرها واطمأن ناكرها، قمصت بأرجلها وقنصت بأحبلها وأقصدت بأسهمها، وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل، لا تقلع المنية اغتراما ولا يرعو الباقون اجتراما، يحتذون مثالا ويمضون إرسالا إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء، حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور، أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح المهالك، سراعاً إلى أمره، مهطعين إلى معاده، رعيلاً صموتاً، قياماً صفوفاً، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، عليهم لبوس الاستكانة وضرع الاستسلام والذلة، فيا لها من أمثال صائبة ومواعظ شافية، لو صادفت قلوبا زاكية وأسماعا واعية وآراء عازمة وألباب حازمة، فاتقوا الله تقية من سمع فخشع، واقترف فاعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وأحسن فأيقن، إلى أن يكمل حديثه عليه السلام، يقال: فلما خطب بها أمير المؤمنين اقشعرت لها الأبدان ورجفت منها القلوب. صدق مولانا ومولاكم أمير المؤمنين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من المتقين، آمين رب العالمين. وأختم كلامي بحديث عنه عليه السلام، عن فضل تلاوة كتاب الله، قال: إن في القرآن نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم. وقال أيضا عليه السلام: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. نحمده على هذه النعمة
ويكمل حديثه قائلا: وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتحضره الشياطين وتحضره الملائكة وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآل محمد.